القميص كبر بزيادة يا معلم وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه انت شايل منه قوي يا ابو سيمو. ضربة الضنب موتة يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعضه يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنة؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. يا معلم لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني افوت حته منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبه. خلفه زي دي وفي الظروف اللي انا فيها يبقى اسمها ايه؟ انا مراتك يا خميس. احنا كاتبين ورق ولا تنسيت؟ انا ما بتلويش دراعي بالورقه يا رمانه، والورقه دي ممكن اكون قوي ضيعتها في حته ونسيت. انت بتبيعني؟ وما راح فين الحب؟ انا بحبك يا رمانة، بحبك. ما الورقتين اللي احنا كاتبينهم دول ايه؟ انت عبيطة؟ انا الدنيا عكة معايا قوي يا رمانة، عكة قوي ومحدش حاسس بيا. انا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفرة تانية اغرس فيها، لازم انا احرص يا رمانة. وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي، المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدنيا بحالها اللي عادتها لاجل خاطرك، مسواش عندك مصلحة؟ ما تحسبهاش كده يا رمانة. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي، خدت جنب ووسعت سكة لحاجات تانية اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. أنا فاضل لي تكة يا رمانة، تكة وأبقى كبير السوق وأملك السوق كله في إيدي، وعمري ما هسمح لأي حاجة مهما كانت إنها تعطلني. ياه أنت اتغيرت قوي يا خميس، الطمع عماك خلاك مش شايف إلا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم الإبرة، لدرجة إنه خنقك وخنق كل حاجة حلوة فيك. رمانة أنا ماليش في جو الحوارات المكعبينة ده. العيل إحنا ممكن نجيبه في أي وقت تاني، نجيبه الموسم الجاي أو الموسم اللي بعده براحتنا، عندنا العمر. إنما الفرصة ما تجيش إلا مرة واحدة، ويوم ما تيجي لازم أقفش فيها. فرصة ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانة بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك
وكرهت نفسي اللي متشعلقه بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك، روح للسوق اللي بقيت كبيره، روح للناس اللي مرميه تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني انا لوحدي الم نفسي في ركن ضلمه بعيد عنك. الحقي نصيبه نصيبه. مالك يا وليه على الصبح؟ خبطت على المعلم ابو سنه عشان اقول انك عزازه زي ما امرتيني، ما حدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين ايه يا حجه؟ ما انا رحت فاتحه الباب ورحت داخله ما لقيتش حد خالص في الاوضه، ولقيت الدواليب كلها فاضيه زي ما يكونوا هجوا. ايه؟ هجوا؟ فتاح علي مرزاق يا كريم، انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابيه دي صوتها كان عالي قوي. عماله تنادي على الحاجه وتقولها مصيبه مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. هو ده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانية. محاوله ايه سعادتك؟ محاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع يا علي، تقد وتغطس تجيب لي مغاوري في العنوان ده الساعه 5. تمام سعادتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نافوخي بنكله. نكله شو دي حيه ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزن بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بيدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أمّا لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحية اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينك، لا مؤاخذة يا ست الحاجة. في عزوز. هنا من البيت. وده ايه اللي جابه؟
هو مين يا خميس؟ معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ ما أنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس إداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ أنت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس أنت عاجبني، طول عمرك عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد طرف اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه انت كويسه؟ كويسه يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجه؟ الكلام ده يا مطرة بجد من قلبك؟ من قلبي. يا مطرة انا كان نفسي اسمع منك الكلام ده من زمان، من زمان قوي يا مطرة. بس انت يا مطرة اصلك كنت منشفاها عليا قوي قوي. انما ما قلتليش هو ابو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قالش كده؟ ابو سنة مين؟ ابو سنة اللي كنت بتحكيلي عليه. ابو سنة؟ لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجة، ولسه هيقول لنا على كل دخانيق خميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها. ده غير الخبطة الكبيرة اللي محضرها له الخميس. خبطة ايه؟ ابو سنة هيرس ابويا على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما مطر لو الخبطة دي تمت هتبقى ضربة قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها يا مطرة هاجي واحط ايدي في ايدك واقول لك الباقي في حياتك. يا باشا انا مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مرة، كلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحواراتها اللي ماليش فيها. برشام ايه وكميه ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عينيا، احلى توليفه تكون عندك. ده لو ليك فيه ملكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، أنا بديك فرصة عمرك، أنا مستعد أمحي تاريخك كله وأقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحة جديدة على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا إله إلا الله. بس السكة اللي أنت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها أعدائك ومنافسينك، وآخرة الخط عمره بيتقسم. محدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا في العالم بتاعك ده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي انا اقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله حاشا لله، ده مقدر ومكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش، والرصاص متنطر حواليك وناره تحت مخدتك مش عليله. الاصعب من الموت يا خميس انتظاره.
هتطلع يا باشا تلفزيون وتقول ده انت بتقول حلو قوي حلو حلو. واليومين دول بتوع القوالة دي يومينهم يعني الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه قدامها بالساعات. لما الله يا ارزاق ارزاق يعني مفيش فايده. يا باشا انا بعمل خير في البشريه بعمل خير للبشريه قدروا بقى بعد اللي زي ما عليك ما يطلعوا التلفزيون يقولوا الكلام المكعبل اللي مش راكب اللي ما عليك قلته ده والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكه. قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين. قوم الناس يقولوا لبعض بحب مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايدة بس افتكر يا افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي مع انك دهست حرمة بيتي في غيابي وانا مش ناسي. خطوة عزيزة نورت يا بيه. عايزة تفهمي ايه يا كرام؟ عمالة تلف وتدوري حواليا قوليلي يمكن اريحك. مش عايزة تفهميني؟ طب شاوريلي. انا لحد دلوقتي مش عايزة اقول لخميس ان انتي اللي بتصنطي علينا من ورا الباب عشان انتي عارفة هيعمل فيكي ايه. ايه ده؟ ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ انا مش فاهمة منك حاجة يا كرامة. أنا حاسة بيكي أنا طيبة قوي بس يوم ما حد يدوسلي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا أصحاب أحسن. ما تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هانا؟ اسأل المدام. عرفتي وانا مش داري. خمره خمره يا كرامه يا خساره يا كرامه. انت مش رابيلك سيجاره حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك انما خمره وصغطه كمان. الله 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 مطواحي مطواحي مطواحي. يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه صحيح ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أمي أنا حاوي؟ أمي حاوي؟ شفت الخمرة بقى؟ شفت الخمرة؟ يخلي عندك تهيؤات إزاي؟ افتكرت إني هضربك، شفت الخمرة؟ مالها أمي يا كرامة؟ مالها أمي؟
يا نهار اسود، انا هروح اجيب لك الدكتور. يا نهار اسود، عايز يموت، هياخد من الدنيا، مش هياخد راحته وفرحه. قالت لك ايه؟ وخاف اوي وبدأت تخطرف. الظاهر الجوازة كانت نفوخة. شوفي لها حكيم يا امه والنبي يدوبك سبب فيها. دي بقت بتشرب خمرة. قالت لك ايه يا خميس؟ قال شافتك وانت ماشي على رجليك ايه؟ قلت لها يا ريت واحنا نكره ده انا ادفع نص عمري واشوفك واقفة على رجليك يا امه. والظابط ده كان عايز ايه؟ بيعز فكر انا يوصل لحاجة. سيبك منه يا امه والنبي ده عايش في دنيا تانية. خد بالك يا خميس، لازم تحرص، الحكومة نابها ازرق. وايه الحكومة فاضية لنا يا امه اللي من دول؟ الحكومة في ايه ولا في ايه؟ ربنا يكون في عونهم، ده انا بفكر اساعدهم والله. انسي. هي حصلت يا كرامة؟ خمرة؟ وفين؟ في بيت هنا؟ افندينا؟ ماشي يا كرامة. ابو سنة جالك؟ الكيف لما يطلب معلمة كيف ينقح يودي صاحبه لاخر الدنيا لاجل ما يروق. اه بس مش مع دول، لازم تبيعش بعضها بالسهولة دي يا معلم، عشان معلمة ولا فلوس. اتأكد اول معلم بدل ما تطربق فوق نفوخ كله. تبي تثق فيك يا متر؟ فلسه بتشاور عقلك يا معلم. معلش مش بخاطر يا ابن عمي، اريك شايف الخال بيبيع ابن اخت وعيني عينك اهو. وماله يا سيد المعلمين؟ بس لو صدق ابو سنه في اللي قاله، لو صدق يبقى اسرع عليك مسافات طويله. انا كل اللي عاوزه منك يا متر انك تلبد لابو سنه وتجيب لي اخره وتشوف لي ايه ميته. على فكره هو ما يعرفش انك معانا، وبالبقين اللي هيرميهم في حجرك هنوصل للمراد ونطمن. يا اما ندي الامان يا اما نخلص. من محل اطمن، سكه ابو سنه مفتاحها معايا وعارف علي فين. سي خميس الحقنا يا اخويا. في ايه؟ مالها رمانه؟ ايه اللي جرى لها؟ كانت هتموت يا حبه عيني، فضلت تسقط في روحها تسقط في روحها لحد ما سقطت من طولها. لولا اولاد الحلال الله يسترهم ساعدوني وجابونا هنا. وهي فين دلوقتي؟ جوه من بدري. انا عارفه يا اخويا بيعملوا ايه فيها كل ده. بالعواب سليمه يا رب. سي خميس هي ايه اللي جرى لها يا اخويا؟ دي كانت فرحانه بالعيل فرحه المجنون. ظروف يا بيسا، ظروف. ظروف؟ ظروف ايه دي يا اخويا اللي تخلي الواحد يفرط في روحه؟ دي كانت عامله زي المجانين، عماله تخبط في بطنها يا ولداه لحد ما كانت هتروح فيها هي والعيل اللي في بطنها. الو؟ ايوه مش لا مش هينفع ده. اجي ازاي دلوقتي انا؟ طيب انا جاي. جاي على طول. بيسا اول ما تخرج تطلبيني في التليفون وتطمنيني. انت اللي تطلبيني؟ معقوله يا سي خميس هتمشي كده يا اخويا من غير ما تطمن عليها؟ طب حتى استنى لما تخرج وتشوفك، مش يمكن يعدل نفسيتها؟ بطلي نت وقعدنا ولا اسمعي الكلام اللي بقوله لك. اول ما تخرج انت اللي تطلبيني وتطمنيني، فاهمه؟ امرك. ست رمانه طمني يا دكتور الله يخليك. الحمد لله كويسه، بس لازم ترتاح دلوقتي. الف حمد والف شكر. هيودوها فين يا دكتور؟ على الاوضه فوق. الله يخليك يا دكتور، شكرا. اتفضل يا فندينا. اتاخرت قوي يا فندينا. معلش، انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟
أخبارها تضايقك. قولي. خالك. اشمعنى؟ جه لي النوح عشان يتفق معايا. نعم. خلمي خالي أنا راح للنوح. جاله واداله معلومات مهمة قوي عن صفقة أنت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما، وكمان أماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعة. خالي يمكن بيلعبهم؟ أنا متأكدة من اللي بقولهولك، ومن يومين كمان جالي النوح واحد حاسة إن أنا شفته قبل كده بس مش فاكرة شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجة، لكن لو شفته مرة تانية ممكن أعرف. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخل؟ يا خال يو، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ تفكرها هينة عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمة من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبتت مكانك في السوق، وعلى رأي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا من ساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابره. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج اشوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ انا عايز افك عن نفسي شويه اشوق. ماشي يا حبيبي فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي عشان عايزه حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. ياه، حاسه كاني وصلت لتركيبه دواء بيعالج مرض مزمن ما كانلوش علاج. اه عندك حق، شكله بقى بني ادم مختلف خالص. البركه في مجهوداتك وتعبك معانا يا حضره الضابط. وافكارك اللي حلت عقده وفكت لسانه. قلت لك قبل كده ان مشادي لوحده هو اللي محتاج لنا. تقصدي مين يعني؟ اقصد ثانيه تليفون. اتفضل. الو. هاي يا علي. طب هتسأل عليه أي حد في الحارة؟ يعني إيه؟ طيب ماشي 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 يا علي، يلا مع السلامة. هو في إيه؟ أبداً، عسكري كان مجند معانا وخلص مدة تجنيده، بس مشكلته أكبر من مشكلة شادي بكتير قوي. كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي، بس واضح إنه خدها من قصيرها ورجع البلد. بس للأسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا هنا يعني. ايه يا حضرة الضابط؟ هنا ممنوع. سوري. عامل كل التمارين. ازيك يا مريم؟ عاملة ايه يا جميلة؟ كويسة، شدي حيلك. الحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد. انا مش حاسه بحاجه خالص. ليه؟ هو اللي انت عملتيه في روحك ده كان شويه؟ انا عملت في روحي ايه يا دكتور؟ الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوه. يعني انا لسه؟ الحمد لله اطمني، لسه موجود، لسه ليه عمر. يعني هو ماسك في الدنيا وربنا نجاه من اللي حصل. الحمد لله الحمد لله. الف حمد لله على السلامه يا حبيبتي يا غاليه. بيسا ده طلع ما نزلش لسه عايش. امال انت فاكره ايه؟ ربنا فوق الكل. انا مش عارفه ازاي كنت هعمل في روحي كده، ازاي كان لي قلب. انا عارفه يا اختي هانت عليكي نفسك ازاي وعملتي كده. ما حسيتش بقيمته الا لما كان هيروح مني. عمري ما كنت هسامح نفسي يا بيسا، ده انا حاسه دلوقتي ان روحي اتردت فيا. ايوه بس ابوه ما يستاهلوش، ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك، بصيت لقيته جه ويا ريته ما جه. اول ما جاله تليفون رمالي القرشين وقال لي بيطمنيني يا بيسا. الزهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس،
وانا اديت لخميس بزياده قوي. سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك، وبصي للعيل لسه ما يعرفلوش اب ده، والنبي بصي لصحتك وحياه الموت اللي ترميت في ضله النهارده. لا يكون العيل اللي في بطني ده اخر مسمار في نعشك يا فندينا. عملت ايه يا مطر؟ دورت عليه في كل مكان، ملوش اي اثر، زي ما يكون فص ملح وداب. وانا الله يا فندينا دورت عليه في كل مكان، سالت كل حبايبنا ومعارفنا ان حد يعترف فيه، برضه مفيش فايده. هيكون راح فين يعني؟ الارض اتشقت ولعته. حتى الخماره اللي بيقعد فيها رحت له فيها، ما لقيتوش. دوروا تاني وتالت وعاشر، وبدوروا رجاله في كل مكان وفي كل شقه، لازم تلاقوه. فاهمين؟ فاهمين. اركب العربية. حاضر. اتفضل يا فندينا. هنا بقى نلم روحنا ونقول نقوله لحد يشوف ولا حد يسمع. الله ينور عليك يا براه، فكر انما في الجول صح. وبعدين احنا طرشنا في المحل يا معلم. رجالة فندينا زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا وراك زي الكلاب، واكيد انت مش عايز افندينا يعكوشك يعني. عكوش مين؟ فندينا؟ الظاهر عليك ما انتش فاهم انت كمان ولا ايه؟ تفكر فندينا ده تفكيره كده من دماغه زي الناس ما بتقول؟ لا لا، لعلمك فندينا ما بيعملش اي حاجه غير لما يشور عليا انا الاول. اه والله يجيني كده ويقعد تحت رجليا ويقول لي اعمل ايه يا معلم؟ اقول له معلم ياد قول اخان، قول اخان، واقعد احكي له اشرح له فهمه، وهو ولا حاجه انت لم تنادي. مين؟ ولا حاجه انت لم تنادي خالص. ما انت عارف. امال ايه؟ حصل ده مش كنت هناك؟ وهنا كمان يا معلم. حلو. وهنا كمان صح صح. انما هو ليه ما خدكش مع المصلحه الكبيره؟ ها؟ ما خدكش معاه ليه المصلحة الكبيرة؟ أنا هقول لك. مش جيني. صب. أوي. ده أنا أصب لك وأصب لأهلك. حلوة. صب لأهلك. انت مش هتبطل التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. انا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين، وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه، علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى القد. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت،
والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش فطيس زيه. وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانة تمنها موت. ارحمني يا أبو خميس. ما كفكش أهوان ولساك عم تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضوية، ده أنا أخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي أنت فيه، وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضوية. انت مش هتبطل التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. انا عامله حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عظم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعالسرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا هو وقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايله واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتك. وهقولك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازم يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت. والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش فطيس زيه. وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش اهوان ولساك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه،
وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم حرام عليكم. عندك يا حبيبي سيب لنا الشرف ده. لا ضويا يلا يا خميس. عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك. لو عايزه تحصلي ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المره الف، بدل المره الف. سر في شوق يا هبل مش في ابو سنة. شوق وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق شوق هي ترياء ابو سنة، هي اللي قفشه سره وملوده وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكم بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. يا بنت ظبطي الحجر قبل ما يفحم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي، مدينانه ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانه، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. عاوز مني حاجه تانية يا معلم؟ لا خش نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. بتقول ايه يا خميس؟ اللي سمعتيه يا ام، أنا راسي متلخبطة ودماغي هتتشقلب قصاد عيني. أبو سنة راح للنوح؟ هي حصلت؟ اخص عليك يا أبو سنة، تروح للنوح برجليك. الظاهر كان معاك حق يا أمه. إحنا مش في مين اللي معاه الحق، إحنا في المصيبة دي اللي لازم تتلم. أنا بادر وراه رجالة في كل حتة، بس زي ما يكون قرص فوار وداب في كوباية مية. مفيش غيرها العقربة مراته، بخت السم في ودنه ورميته في سكة النوح. معلوم. أما سدت السكة في وشها هنا، رمت هلب هناك ودورت بقى شريط ذكرياتها القديم لحد ما وقفت في محطة النوح وقالت نرجع اللي كان ونلم كل بنت الغزية. وهو ما صدق لبد في العظمة. جايله على طبق فتة ابن الجعانة.
الخبر ده لو اتسرب هيبقى مطب عفش. حكاية النوح دي لازمها قفلة. والترامادول ده ممكن يشوه الجنين اللي في بطنك ويخليه تولد مش طبيعي وتعيش عمرك كله شايفة بلاوي متجسدة في ابنك. أنا وحياة ربنا ما أعرف يا دكتور، دول قالولي ده بيسهر وبيخلي الواحد يصلب طوله كده ويقدر يقف على حيله للصبح. وللأسف هو ده الوهم اللي بيصدقوه ناس كتير، وفي الآخر بتكون النتيجة بلاوي سودة محدش يقدر عليها. أنا بحذرك يا رمانة، لو ما بطلتيش داخل الدرشان ده الله أعلم الجنين اللي جاي ده هيبقى شكله عامل إزاي. أنا عموما ما حبيتش أكبر الموضوع وأعملك مشكلة إن حسيت إنك غلبانة ومش فاهمة حاجة، بس أديني بفهمك، لو ما سمعتيش كلامي يبقى قضيتي على اللي في بطنك ومش هشوف النور. حاضر يا دكتور، حاضر. توعديني؟ أوعدك. السلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. ها طمنيني، خلاص هتخرجي؟ الله يخرب بيتك يا بعيدة، الزفت اللي انت كنت بتديهولي ده كان هتضيعني ويضيع اللي في بطني. اسمعي يا بنت، بقولك ايه، انا مش عايزة جنس مخلوق على وش الارض يعرف ان العيل ده لسه موجود. حتى افندينا؟ خصوصا افندينا. طب ودي حاجة تستخبى يا اختي، ما مصير المستخبي يبان. ساعتها يبقى ربنا يحلها، انما لحد ما يبان لسانك اللي عايز القطع ده ما ينطقش بكلمة الجنس مخلوق، انت فاهمة؟ امرك. بس انت ناوية تروحي الشغل برضه؟ لا، شغل ايه، انا خلاص تابع علي يا ربنا. علاجك ده انت مش بتحمي نفسك بس بيه، انت كمان بتحمي بيه حبيبتك اللي نفسك تتجوزها. مش انت نفسك تتجوزها برضو يا شادي؟ اكيد. ومالك مكسوف كده ليه؟ الحب ما بيكسفش، الحب بيخليك so strong وعندك energy وpower وبتبقى نفسك تقول للعالم كله ان انت بتحب، مش كده؟ كده يا دكتور، بس انا مش فاهم هما هحميها ازاي من الترامادول، هو بيأثر عليها كمان؟ اكيد لما تتجوزه هيبقى نفسك تخلف منها، البيبي ده ممكن والسموم دي كلها في جسمك يا اما يطلع مشوه او لا قدر الله يموت. يموت؟ الدرجات دي الترامادول بيعمل كل ده؟ بس احنا خلاص يا شادي نضفنا جسمنا من كل السموم دي، وانت وعدتني انك استحاله ترجع لها تاني، صح؟ صح. You promised. صباح الخير. اهلا بالقمر. بص بقى انا جبت لك كل الكتب اهو عشان ما يبقى لكش حج، هتذاكر وهتستعد مش هيفوتك اي حاجه خالص، وهتطلع من هنا وانت زي الفل. برافو عليك يا مريم، وانا كمان محضره لك مفاجاه جامده جدا. ايه هي؟ رامي ويحيى خفوا جايين هما كمان يسلموا عليك. رامي، يحيى، شادي. رامي، شادي، يحيى. الحمد لله على السلامه. عاملين ايه يا شباب؟ وحشني. ازيك يا يحيى؟ احنا لازم نرجع نذاكر تاني يا معلم. لازم. يلا يا شادي ما عندناش وقت. يلا بينا. اتفضل. انت خدت الكتاب ده؟ اه معايا في البيت. انا اول مره اشوفه. هنذاكره. التلفزيون بوظ دماغ الخلق، كله بتاع كلام، كله كلام وبس. عيش يا ذباب، واحنا شعب نموت في الكلام. اه الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، هما مش بيقولوا السياحه مضروبه؟ اه السياحه مضروبه ليه؟ ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه، فاحنا لو جينا عملنا كام مدينه على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ اسوان البلاد السياحيه دي عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السايح يقف قدام الكشك يشتري سجارته، يشتري قرش حشيشه، يشتري بفرته. اه بس جوه المدن دي بس مش سبهلاله، يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساخ ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد حق البلد. الله عليك يا فندينا، إلا بالحق صحيح، هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دول في الكليتش؟ كلام إيه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق إنكوا اختلفتوا. لحد هنا وفرمالة يا معلمين. يا زبابة. أيوة فندينا. خد. هو مرة. الله، أنت زعلت ولا إيه يا فندينا؟
يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني افندينا، وافندينا يعني الخال، والعيله لو واخذه كده منفذه على بعضها، والعزوه صلبه الظهر. وانتوا عارفين مفرقها لحد فين؟ احنا بنطمن يا معلم، وكان غرضنا. مفيش غرضنا، الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا افندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق، وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف يا زوز. اؤمر يا افندينا. وصل الرجاله، يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله، اللي الشم هو بره مع الخضره. انت ذبابه، يدوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دوره يا جمعه. احنا هنعيده تاني يا براء. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطر؟ شغل السين والجيم والاسئله الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حقي اعرف كل كبيره وصغيره عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسالك رايحه فين وجايه منين؟ ابقى انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه ما عليش الصوت. يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه، ما انت لو كنت جاوبت من الاول كنا خلصنا. افهم بقى، شك ده يعني ولا غيره؟ يعني ايه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغله يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطر، بقولك ايه؟ ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيره هاخدك من ايدك كده وهديك على الدولاب. دولاب؟ وايه داخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحنبلي كده، اصبر شويه. ايه هو؟ اصل انا حبيبي فكرت، لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجه تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجه تبسطك. ايه رايك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطرة ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. دي رمانة، احنا مش هنخلص من الحدوته دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمره، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب، ملهاش ولا اثر، وقافله تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل اكتر من طاقتها، عامله زي السد العالي، لو حملنا عليها اكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطه ميه. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استاذن معاليك، بوسي السد. ارد؟ لا، خلي السكرتيره ترد. الو، يا بوسي. يا روح. ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 الله، الله يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيلم ايه؟ سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومة عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها. يكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخسع الحكومة، هم مش عارفين هي شغالة مع مين. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل يا فندينا، اتفضل. ايه المفاجآت الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش وقلت اسأل انا. اصيل اصيل، اصل انا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها والحوارات ايه دي؟ والكلام كله بتاخد منه ملايين، وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. انت عارف يعني ايه مصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر، مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعض فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي
لما البنات قالوا لي ان انت هنا، الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وتدلعها افنجينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حاج. طيب الليله دي انا مزنوق في بدران. انت اتغيرت قوي يا فنجينا. بص عليك يا بنت، اتغيرت. يلا يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاكرة هتتخلع في ايدك. امشي يا بنت يلا وروضني القعدة. بتقوله سيب الأكرة، ما هو غاوي أكر. لا أختي ما خدش أكرة الشهر ده. طبعا هتوس وش بشوية ميه عشان أفوق. سمعت حاجة اللي حصل من خالة بدران؟ وطبعا أنت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج، فيه ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. ومسال نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج، فيه ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها، تحلبها لغايه ما تجيب البطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحة بقى أنا اللي شايف إنك مكبر دماغك حبتين وتلاتة لحد ما هتلبسنا في حيطة. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟ شفت الفال المنيل؟ شفت؟ إنما أنا لما حسيت منها بحاجة غريبة اتدبقتها لحد ما هرشت وسخت أمها. استعملتها لصالحنا. وانت برضه يا حاج هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني. معقول معلم ابو سنة يعمل كده؟ والسوق كمان بيلسن بكلام مش عاجبني. عشان كده سألتني سمعت حاجة ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجة. وحصل منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا بدران، عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفها ايه؟ هم انا عارفها كويس، اللي هيدوس لها على خيالها تفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايزه. وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مقدرك على الاخر. مش حكايه الخيل بس اللي مقدراني، في حاجه تانيه؟ خير. مالا ليه مالا؟ يا رب تكون بخير يا رب. وشرف يا نجمه، ما حد قال لي. انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ولا داقوا طعم النوم من ساعه ما عرفت الخبر اليقين. اقول لك على حاجه يا نجمه، انا لو اعرف بالخبر ده من بدري انا كنت جيت حتى قبل ما تخش المستشفى. لا طالما حلفت بشرفك يبقى صدقك. الف حمد لله على السلامه، والف مليون مبروك لنجمه الجيل والقرن. لا 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 لا، اقول لك على حاجه، انت محسوده. لا لا لا، محسوده ولازم تترقي، ولازم يتعمل لك زار، ومش زار مصري كمان، زار يوناني زي اللي اتعمل في فيلم زوربا. انت عرفت منين ان انا هنا؟ ماي هارت.
ماي هارت فط قدامي الصبح بدري وسالته سؤال وير يو جو، قال لي اي جو في الرمانه. ازعل ماي هارت؟ اقول لك على حاجه يا نجمه، اللي بيتكلم قصادك ده مش المالت بيضون، ده الهارت بيضون. ما تاثر، انا مش مستحمله، شكلك عايز حاجه، قول وخلص. البت دي سالت لي. قالت لك ايه؟ ايه مالك اتخضيتي كده ليه يا نجمه؟ قالت لي ان انت هتخرجي الصبح بدري. وده يهمك في ايه ان شاء الله؟ ما يهمنيش، ما يهمنيش ازاي يا نجمه؟ انت مش عارفه قيمتك وغلاوتك عند الجماهير العريضه؟ الجماهير العريضه في الوطن العربي بتهتف باسمك وبتهتف حوالين المستشفى وبتقول الشعب يريد رمانه من جديد. ما تدرش الكلمتين وتخلص، جرى ايه؟ انا مش مستحمله، احنا في مستشفى. الزبون سقع ومتشفي وجاهز على الشوي وجاي من بره وحسابه في البنوك بره ملوش سقف، حاجه كده تحس انها هو حتى وانا في المستشفى وعلى سرير المرض يا ابني. دق يا نجمه، دايما بتنسي. والمصحف الشريف، كلمه زياده لا تلاقي سكينه زي دي خارزه في رقبتك وضاعه من قفاك. ده جزات ان انا جاي لك وايديا مش فاضيه. لم نفسك ولم حاجتك واتكل يلا. وحياه شرفك اللي ملوش وجود يا مرض، لو شفت خلقتك دي تاني قدامي هقتلك. على العموم انا مستني ردك. ميرسي يا نجمه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بدران؟ خميس اللي قلب عظمة لسان وساعدتك. خميس يعمل كده؟ ده اللي حصل معاليك، كان لازم ابلغك. خميس كان فاكر انه هيحط العمروتي باشا في جيبه بجوازته من بنته. ما يعرفش العمروتي باشا ممكن يعمل فيه ايه. بتاري البت زفت رمانه مختفيه. مختفيه ازاي معاليك؟ البلطه دخل عليها ملهاش. تلاقيها في المستشفى عشان قال لها تنزل البطنان. وبعدين معاك يا بدران، ما بلاش السيره دي يا اخي. انا اسف معاليك، عارف الموضوع يضايق بس خميس بقى احلام اليوم. سيبني لوحدي دلوقتي يا بدران. الله عليك، سعادتك تؤمر واحنا ننفذ اللي انت عايزه. سعادتك اقصى عليك يا خميس، تعمل كده في الباشا اللي لحم كتافنا كلنا من خيره. ما تمشي يا بدران. حاضر سعادتك. منامك يما، منامك يا كرومة، هاتيلي رغيف. وده بقى منامك انتي. اما ده منام افندينا. ايه مالك؟ حاسه بألم فظيع في معدتي من المالط اللي انتي لابساه ليل ونهار. لا لا، انا حاسه ان الاكل ده فيه حاجه. الأكل فيه حاجة؟ حاجة ازاي يعني؟ مش عارفة، أنا هقوم. لا اقعدي، وهخلي شرابية تعمل لك حاجة سخنة. لا لا، أنا مش قادرة. طب استنى أجي معاكي. لا أنا كويسة. طيب. صباح الخير يا ست رمان، أساعدك في حاجة؟ خلاص يا حبيبتي أنا خلصت. ألف حمد لله على السلامة، ولو إنك هتقطعي بينا قوي. الله يسلمك يا حبيبتي. خدي تاني، كفاية اللي أنا خدته منك. دي حلاوة الخروج يا بيت. ربنا يخليكي لينا يا رب، عشان أنت حاسة بينا وحاسة بالغلابة. ويخليك. عايزة حاجة؟ تسلميلي. مع السلامة. أنت على طول كده إيدك مخرومة، لميها شوية. يا ست اللي جاي رايح، واللي رايح جاي. أيوة بس أنت دلوقتي سايبة الشغل. لا لسه. لسه فاضل لي ليلة واحدة بس. أروحها؟ وبعد كده محدش هيعرف لي سكة. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار بيضة، مبروك يا حجة، ولي العهد على وصول. الكلام ده صحيح يا دكتور؟ طبعا يا حجة، بس أنا مرضتش أقول لك إلا لما أعمل لها اختبار الحمل وأتأكد. تسلم يا وش السعد، تسلم يا وش الهنا، تسلم يا دكتور.
شرابية؟ نعم. بل الشربات، وأول كوباية يشربها الدكتور. ما عمرك يا حاجة. استميلي يا حاجة. مفيش داعي للشربات يا حاجة، أهم حاجة من بكرة تجيلي عشان نكمل بقية التحاليل. طلباتك أوامر يا دكتور، بس لازم تشرب الشربات. أمرك يا حاجة. الحمد لله، بيضت وشي يا رب. الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاسب يا خميس أيوة، أنا عايز حاسب دي، وعايز شوية كده يعني. قولي نفسي في حرنكش يا خميس، نفسي في سيخ يا خميس، حاجات الوحم دي توحمي براحتك. هتصدقي لو قلت لك ان انا عشت عمري كله مستني اللحظه دي؟ طبعا هصدقك، عشان انا عارف الحكايه دي مهمه قد ايه بالنسبه لك. عايزه راجل من ظهر راجل. ليه بقى؟ وما تنفعش بنت؟ لا 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 لا، بنت ايه؟ لا انا اقصد يعني كل اللي يجيبه ربنا حلو طبعا، انما انا نفسي في واد. وانا كمان نفسي في ولد يكون شبهك. خلاص بعد ما نجيب الواد هاتي دستت بنات شبهك. ليه بقى؟ هو انا ارنبه؟ لا، قمر 14. حسن يا خميس، حسن معايا يعني ايه؟ شو يعني رجلي على رجلك يا عنيا؟ يعني مش هتروح في حته غير وانا معاك؟ دي قعده رجاله. شو؟ طب وفيها ايه؟ ما انا هبقى قاعده في حما جوزي سيد الرجاله. يا ابو سنه، انا ما برتاحش للنوح وابنه نبو ازرق، مش عايزاهم يحسوا ان انت لوحدك. يعني انت اللي هتحميني؟ فشل، ده انت تحمي مدورية. بس يعني لو عين واحدة كفاية، كان ربنا ادانا التانية ليه، وايد واحدة ما بتسقفش. ايوه شو، بس شكلي هيبقى شكلك 100 فل وعشرة. وبعدين معرفش ليه يا اخويا انا حاسة كده ان في الليلة دي هيبقى ليا موقف جامد. ايوه خلينا بقى نقب على وش الدنيا ونخلص بقى من الركش اللي احنا فيه ده. يلا بينا يا سيد الرجالة، أحسن نتأخر على الرجالة. تعالى. ده كلام يتقال برضو؟ أما أنت بنت رقصة بصحيح، ما تمرش فيك الحلية وطيبة القلب. أمال مضايقها عليا كده قوي ليه يا معلم؟ بحبك يا بنت وبخاف عليك. الله، هو الواحد لما يخاف على جماعته تسموها خلقة ولا حبسة؟ أما أنت أستطعت عليكم شوية حاجات. بص يا معلم، أنا طول عمري عايشة خدام، بستحمل شخط دي ونطر ده، ما دقتش طعم الحلو لما جيت بيتك، ودلوقتي بعد ما بقيت مراتك تعاملني المعاملة الوحشة دي، يبقى حرام عليك. لو لسه يعني يا أخويا شايل في قلبك من ناحيتي حاجة قولي، وأنا أجيب لك مصحف وأحلف لك عليه إني ما بعملش أي حاجة وحشة في حقك والله العظيم. يا بنت يا بنت، وانا يعني محتاج حلفانك علشان اصدقك؟ ده انت بنت عبيطه قوي يا بنت. انا من طله عينك اجيب اخرك، ولا تكونيش فاكره نفسك ناصحه وتقدري تضحكي على النوح. فشر يا معلم، ينقطع لساني قبل ما اقولها. مش هيلحق يا روح المعلم، مش هيلحق، لان يومها السر الالهي هيطلع ويسلم الامانه لصاحبها. ايوه كده، ابلعي ريك قبل ما ينشف، تلاقي روحك في الطب صلت ملط. اللي تؤمر بيه يا معلم. يبقى نعمل ايه بقى؟ تبوسي ايدك وش وظهر وترضي باللي حرمهولك. حاضر يا معلم. ناولين العصاية. والله زمان يا ست شوق. ما انت عارف بقى يا معلم، الرجل بتلف تلف وترجع مكان ما بتحب. مش تخلينا في الشغل احسن؟ انا شايف كده برضه يا معلم ابو سنه، احنا نخلينا في الشغل احسن، نلخص يعني وننجز ولا يا حاج؟ انت قلت يا معلم انك عارف خبايا المصلحه اللي بيحضر لها خميس.
حصل. بس ما تاخذنيش في كلمه يعني يا معلم ابو سنه. انت دلوقتي بينك وبين افندينا مشاكل، يعني ممكن جدا الحاجات اللي انت تبقى عارفها تتغير. جايز، ممكن نغير الميعاد، نغير المكان، انما الكلام نفسه مش هتغير. طب ولازمته بقى معلم ابو سنه كلام من غير لا ميعاد ولا مكان؟ طب انا عندي بقى الحل اللي يجيب الفايده كامله. وايه هو بقى الحل يا معلم؟ انت لازم تتصالح مع خميس. ايه؟ الصالح؟ وتيجي منك انت يا معلم نوح؟ انا صالح مع خميس؟ لا، اذا كان ده الكلام اللي عندك يبقى كل واحد فينا من سكه. استنى بس يا معلم. استنى ايه يا شوق؟ ده كلام رجاله مالكيش دعوه انت بيه. بالهداوه بس يا معلم ابو سنه، بالهداوه. اسمع الكلام للاخر. هداوه ايه؟ ما انت سامع ابوك بيقول ايه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط يا معلم؟ ومين قال ان المعلم ابو سنه هيروح لحد خميس؟ امال مين اللي هيروح له؟ انا؟ اسم الله عليكي، واعيه طول عمرك، واعيه وترقصيها وهي طايره. لا يا معلم نوح، لا انا ولا مراتي معتبين بيت خميس. هو في ايه يا معلم؟ انت بتمتحننا هنا ولا ايه؟ عيب عليك يا ست شوق، معاش ولا كان اللي يقول كده. ده مجيتك ومجيت المعلم ابو سنه على راسنا من فوق ولا ايه يا معلم؟ المعلم النوح قصده خير يا معلم. خير؟ هيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير بعد ما نطاطي وندوس على كرامتنا ونروح لخميس بعد اللي حصل؟ معلم، خميس مراته الجديده حامل. ايه؟ حامل؟ ايوه حامل. حط الباشا في جيبه وطواف عبه. ولو ده حصل يبقى روحنا كلنا بلاش. ايوه، ايه الفايده من مروحنا برضه؟ الفايده في الخبر التاني يا معلم ابو سنه. وايه هو الخبر التاني؟ رمانه كمان حامل من خميس. نخره؟ عشان دي اخر مره هتشوفني فيها. ايه اللي حصل؟ كشفوكي؟ لا، انا اللي هكشف روحي عندهم وهقول لهم. تقولي لهم ايه؟ اقول لهم على الاتفاق اللي بيننا. ليه؟ عشان ما شفتش منك غير كلام وبس يا خميس. طار جوزي كل يوم بيلف حوالين رقبتي اكتر من الاول. قلت لي انك هتخلصني وما خلصتنيش. خلاص هقول لهم بقى وتخلصوا على بعض واخلص معاكم. اهدي عليا بس، ما تاخدنيش بالحامي كده. اهدي عليا، هوفي بوعدي انما في وقته. امتى وقته؟ اصبري عليا بس اليومين دول، حكايه الخلم لخبطاني على الاخر. اسمع يا خميس، اخر الكلام اللي بيني وبينك، لو ما خدتش طار جوزي، طاري هيبقى عندك زي ما هو عند النوح بالظبط. سلام.